ثقافة الليبيين اختلفت اختلاف كلي من خلال الانتخابات لبعض المجالس المحلية. يوم أمس شهدنا انتخابات مثالية في مصراتة، وقبلها كانت انتخابات مثالية في لابيار، وقبلها في زوارة. المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ليست لديها القوة الكافية لبسط الأمور الأمنية على الكثير من المواقع الاستراتيجية. أولا، موضوع الكفرة هذا إرث قديم، هناك تقاطعات بين مكونات الكفرة من التبو ومن زوية. الزوية يرون أنهم يتعايشون مع من موجود من التبو، والتبو وهم يرون أنهم قلة في تلك المنطقة، يحاولون الاستعانة بإخوانهم من خارج البلاد، والزوية يتمسكون بمعايشة التبو الليبيين فقط ويحاولون الإبعاد الآخرين. هذا موضوع قديم وإرث قديم. الآن من خلال المخططات التي يرمي إليها أعوان النظام في الخارج في عدة مدن، هذه هي البؤرة الوحيدة التي اشتعلت، وأنا على ثقة بأن اشتعالها كان بناء على معونات خارجية من أعوان معمر القذافي. لابد أولا من تأمين الحدود، هذا هو الأمر الأول. ثانيا، لابد من وقفة جادة مع دول الجوار لتحديد موقفها من هؤلاء، عندها ستتحدد العلاقة والسياسة الليبية مع هذه الدول بالشكل الذي يناسب تصرفات هذه الدول.